جماهيري كانت فرقت، كان فرقت بنسبه 100%. يعني النادي الاهلي كان لازم كان يفوز. اكيد. رجع لنا تاني على التليفون كابتن كريم السعيدي نجم منتخب تونس السابق، مساء الخير على حضرتك مره تانيه. مساء الخير. ما فيش مشكل، اظن اللي فيش شبكه وحشه في تونس مش عارف انا. لا ولا يهمك، كنا بنتكلم عن لقاء النادي الاهلي ان شاء الله يوم الجمعه اللي جايه مع الترجي التونسي، وكنا بنسالك انت شايف اللقاء ده ازاي؟ والله اللقاء شايفه يعني ان شاء الله يمر يعني بظروف يعني امنيه كويسه، ان شاء الله بتكون الروح الرياضيه اهم حاجه في الموضوع ده. طبعا أكيد. لقاء الشقيقين العربيين اكيد. ان شاء الله يا رب ان شاء الله. طبعا الترجي والاهلي يعني فرق دايما بتكون في الدوري النهائي في الدوره الكبيره دي، يعني فريق مسموع زي الاهلي عنده القاب كبيره. انا يعني كان عندي الحظ اني لعبت مع حسام غالي حبيبي في نادي فاينورد في هولندا، وكمان شريف اكرامي اصدقاء يعني اوفياء. يعني طبعا فريق الاهلي فريق كبير، والترجي زاد ما ننساش يعني الفتره دي بيعدي فتره ايجابيه، حتى الاسبوع ده في الدوري التونسي يعني فاز 2-0، يعني كان متميز يعني بعد الفوز الكبير اللي كان في المسابقه في الدوره في باخر ماتش مع الفريق الكونغولي. صح زي ما قال كابتن علاء، يعني فريق الترجي عنده خلل في الدفاع، والاهلي انا بشوف اللي هو الهجوم بتاعه يعني ناقص شويه تركيز، يعني في عنده كثير لعيبه عندهم الخبره فريق الاهلي، وانا بتصور حيكون ماتش جامد انتم بتقولوا بالعرض المصري. ان شاء الله الفوز يكون يعني اللي يلعب احسن هو اللي يفوز ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. هل ناوي تيجي تحضر المباراه؟ نعم. هل ناوي تيجي تحضر المباراه؟ والله كان حسني شرف لاني كنت هناك يعني بقالي 5 شهور في مصر، ان شاء الله المرة الجاية بكون هناك ان شاء الله. يا كريم، انت رحت الامارات يا كريم وحضرت ماتش اعتزال حسام غالي. ما قلت لك انا حبيبي حسام، عديت معه فترة كويسة في فاينورد يعني 5 سنين، وكان من اللاعبين يعني الجامدين يعني في هولندا، وكان يعني صديق كويس. وانا الشرف لي بكون في اخر ماتش في الاعتزال بتاعه. يعني حسام ما شاء الله عليه يعني لاعب محترف، كان عنده قوه شخصيه كويسه، وانا حقيقي بحترمه صراحه. شكرا ليك كابتن كريم السعيدي كابتن منتخب تونس السابق، نورتنا في قناه النادي الاهلي. نرجع تاني نتكلم.